انتم مو موظفين، انتم منتفعين بالوظيفة، منتفعين بتسامح الدولة مثل ابني. انا ما تعينت بمدير بالواسطة، انا عينوني هون لاني عقدة لاضبط هالدائرة السايبة الروتينية الرجعية. لكن واحد منكم بيجي بعد الدوام بساعة وبيهرب قبل الدوام بساعة، لا جاوبني ده، هذا اسمه سرقة للوطن، سرقة لبيضات الوطن. ولك أنا بنفسي عملت جولة ميدانية بمركز تربية الدواجن، لقيت الدجاجات رح يموتوا من الجوع. ليش؟ مشان حضرتكم تتأخروا بإنجاز معاملة شراء العلف للدجاجات. ولك يا ابني يا حبيبي، الدجاجة إذا ما أكلت ما بتطيب. أنا مدير عام، ومع ذلك إذا ما أكلت أنا ما بطيب. أنا إذا ما أكلت ما شو؟ ما بطيب مديري. كيف بدي بيض إذا ما أكلت؟ ما بطيب إخلاص، ما بطيب أفكار لهالوطن. إلنا لحالنا الموظفات عم ينهوكن عن شغلكم، نقلنا الموظفات لدائرة تانية. سيدي بالعكس، والله ما كانوا عم ينهونا. ولكن بلا، ولكن بينهوكم، بعرفكم أنا. ولك أي مين حاطط المحاية تحتي ولا؟ ولك يا ابني الست بتلهي حمار عن عريقه، ما حتلهي فيوس عن شغلهم. هذا الروتين بدي يخلص منه، التقاعس بدي يخلص منه، التأخر عن الدوام بدي يخلص منه. ولك يا حبيباتي يا أولادي، الوطن عم يستنى إنجازاتكم، الوطن عم يستنى صيصانه من إنجازاته. بدي كل شيء على الأصول، على النظام، على أونا، على دوة. روحوا لشغلكم. حاضر يا شهاب. نعم. شو صار يا ابني بمعاملة شراء العلف تبع الدجاجات؟ شو حاسدي؟ ولك يا حبيبي هالمعاملة ليش عم تأخر لك يا ابني؟ يا سيدي صار لها أسبوعين بتفوت بتطلع لعندك، وما كنت متوقعها سيدي. إذا ما وقعتها معناتها ما لها نظامية. يا سيدي هالمرة ضبطناها حسب إرشاداتكم. هي الله لا يوفقكم. شو الورقة هي ولا؟ سيدي هذا أمر إداري للجنة المبايعة لشراء العلف. إذا وقعتوها سيدي بكره بيكون العلف بالمركز. إذا وقعتها؟ نعم سيدي. ولك يا ابني كيف بدي وقعها وفيها سرقة للوطن هالورقة؟ شلون سيدي؟ ولك عم تسرقوا الوطن أنتو. نحن سيدي. ولك ايه لك شهاب ايه؟ هاي الورقة شو مكتوب فيها هون؟ أمر تكليف سيدي. هون شو مكتوب؟ فاضي سيدي. فاضي. معناتها أنت روحت على الوطن ثلاث أرباع الورقة فاضية. ولك إذا بيطلع من عندي أنا من هالدائرة باليوم 100 معاملة، معناتها بتروحوا على الوطن 75 ورقة فاضية. مظبوط يا شهر؟ بشهر هي 75 ضرب شهر بيروح معناتها على الوطن 2250 ورقة فاضية بسنة. ولك يا ابني معناتها 27,000 ورقة تقسيم 500، لأنه معهم الورق في 500 ورقة، بيطلعوا 54 معهم. إذا قلنا هالشي بصير بمية دائرة بهالوطن، معناتها في 5,400 معون ورق فاضي عم يروح هدر على الدولة بسبب هاي. 4,500 معون ورق بيعملوا جريدة تكتب شروي غروي عن هالوطن. شفت شو روحت لك يا ابني هالوطن مشان تكتب لي كلمتين بالراس وباقي الصفحة كلها فاضي لك يا ولدي. ولك هم روح سيد اكتب الامن الاداري على ورقه صغيره على قده. حاضر سيدي. يا بسرعه، لكن الوطن عم يستنى بيضاته من جاجاته بدكم.